بعض الأساتذة أشاروا إلى أن الجزء الأول محاضرة كان بعض الشيء قد يكون فيه بعض التعقيدات، بعض المفاهيم مجردة، لكن خلينا نأكد. أنا زي ما بديت المحاضرة قلت أن كون الطالب يكون على دراية بما يقوم به بطبيعة العلم هذه أساسية. أنا لا أصر على أي تفاصيل ولا أصر على أي مواقف، لكن تعرض الطالب لمواقف مختلفة جزء أساسي من مهمة التفكير الناقد. خلونا نبدأ الآن في بعض القضايا الفنية إذا صح التعبير. في حاجة اسمها مربع أرسطو، مربع شهير يحدد علاقات بين قضايا. ولاحظوا أننا احنا مازلنا في طور الحساسة اللغوية اللي تؤكد على أهمية فهم المرء لما تعنيه العبارة. في أربع قضايا أساسية تسمى بالقضايا التقليدية الأربع، اللي هي القضية الكلية الموجبة والكلية السالبة والجزئية الموجبة والجزئية السالبة. عندنا كاف ميم، عندنا كاف سين، عندنا جيم ميم، عندنا جيم سين. شنهن هذين؟ الكلية الموجبة هي كلية، قضية كلية بمعنى تبدأ بكلمة كل، وهي موجبة بمعنى أنها خالية من نفي. كل العرب مسلمون، هذا مثال الكلية الموجبة بصرف النظر صادقة أم كاذبة موضوع ثاني. بيشني الكلية السالبة، هي أيضا كلية لكنها فيها نفي. شني لو حكينا عن العرب والمسلمون ايش حنقولوا؟ شنو هي الكليه السالبه؟ ليس كلمه ليس، ها كانت بتفيها يعني ليس كل العرب مسلمون، لا الكليه السالبه كل العرب ليسوا مسلمين، اللي هي لا عربي مسلم. تفرق واجد وحنبينها شوية تاني. يبقى هنا عندنا كل العرب مسلمون، وهنا عندنا لا عربي مسلم أو كل العرب ليس مسلمين. واحد الجزئية الموجبة بعض العرب مسلمون، وهذه ليس مسلمين. بيش العلاقة بين هذين؟ لاحظوا أولا أن هذين متناقضات، هذه تناقض هذه وهذه تناقض هذه، متناقضات contradictions خلينا نقوله بيه. وهذه وهذه شو العلاقة بين هذه وهذه؟ لاحظوا ال contradictories ولا contradictions، they cannot both be true and they cannot both be false. وبالتالي دائما one is true the other is false. If one is true the other is false. واضح؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. واضح هذه؟ هذين لا مش اوبوزيت، لان كلمه اوبوزيت حتى هذين اوبوزيت، لا كلهم هذين كلهم هذه وهذه اوبوزيت وهذه وهذه اوبوزيت، لكن هذه كونتراديكتس هذه وهذه توافق. لا مش توافق بوث ار فولز اكزاكتلي،
لكن both could be false. شفت الفرق؟ هذين contraries، متضادات، في تضاد بين اثنين، والمتضادان لا يجتمعان وقد يرتفعان. يعني ممكن هذه وهذه هالاثنين غلط، لكن لا يمكن الاثنين صح. لا يمكن كل العرب مسلمين وكل العرب مش مسلمين، لكن ممكن كل العرب مسلمين غلط وكل العرب غير مسلمين غلط، وهذا الواقع اللي ساير. صح؟ الواقع اللي ساير، الواقع اللي ساير هو هذا. واضح؟ يبقى أعيد، القضيتان المتناقضتان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى. ولزاما أن أحد إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. أما المتضادتان فلا يجتمعان وقد يرتفعان، بمعنى لا يصدقان معا وقد يكذبان معا. فإذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى، وإذا كذبت إحداهما كانت الأخرى مجهولة. واضح؟ شوفوا لو هذه تي أكيد هذه أف، ولو هذه أف أكيد هذه تي. هنا لو هذه تي أكيد هذه أف، لكن لو هذه أف مجهولة. أوكي؟ باهي. وهذينا لا ممكن يكون عندنا صح، لكن ما يجتمعش يكون هذين يسموا فيه سب كونتراريز، داخلات تحت التضاد. هذا التعبير العربي بيش واضح، قد يصدقان معا لكنهما لا يكذبان معا. فإذا كذبت إحداهما كانت الأخرى صادقة بالتأكيد، أما إذا صدقت إحداهما فالأخرى مجهولة. يعني إذا كان بعض العرب مسلمون صادقة به وبعض العرب غير مسلمين صادق ولا كذب، مش معروف. طبعا هذا لأنكم عارفين أن العرب مسلمين ومش مسلمين ممكن تدير زي ما نقول شوي تشويش، لكن كون بعض الطلبة نجحوا مش معناها بعضهم رسب، ممكن كلهم نجحوا. واضح؟ يبقى أعيد، المتناقضتان لا يجتمعان ولا يرتفعان، المتضادتان لا يجتمعان وقد يرتفعان، الداخلات تحت التضاد لا يرتفعان وقد يجتمعان. ممكن سبب عندنا فكرة مسبقة عن العرب والمسلمين. بالضبط. ما هو المفروض تبي تنسى أنت الصدق والكذب، تنساه أنت. وعلى فكرة، هذه راهي مهارة مهمة، مهارة مهمة. وهذا ليش أنا نستخدم في عبارات أنت عندك عليها فكرة. نبيك أنت لما تبي تحكم على علاقة بين قضايا تنسى من اللي صادق، أنسى الواقع أنت، باش تقدر تتعامل مع أي قضية. تجرد. مثال واقعي. نعم. أوكي. 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 طبقوا نفس المثال على كل الطلبة. كل الطلبة ناجحون ولا طالب ناجح؟ لا يمكن الاثنين صح، لكن ممكن الاثنين غلط، بعضهم نجح وبعضهم رسب. تعالوا هنا، بعض الطلبة نجحوا وبعض الطلبة رسبوا، ممكن الاثنين صح لكن لا يمكن الاثنين غلط. لأن لو هذه غلط، لو غلط أن بعض الطلبة نجحوا معناها كلهم رسبوا، يبقى هذه صح.
باي. لو هذه غلط، لو هذه صح، هل معناها هذه غلط ولا صح؟ مش معروف. كون بعض الطلبة نجحوا ما تقوليش أي حاجة، هل في طلبة آخر سبوا ولا لا؟ تمام. بيش علاقة بين هذه وهذه؟ هذه يسموا فيه sub alternate. لا خلي alternation. في علاقة alternation اللي هي تداخل. شو العلاقة بين هذه وهذه؟ باهي. إذا كان هذه صادقة شنو واضح هذه؟ بيلو هذه كاذبة مش معروف. واضح هذه؟ هذا مربع رصي تقليدي. في حالة اسمها أشكال ذن، وأشكال ذن تعطيك بيكتوريال إيمج للفكرة. بكيف تديرها أشكال ذن؟ ارسم حلقتين، هضم العرب والمسلم. هذه شو قاعدة تقول؟ يعني كيف لا 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 ظل الكل ظل الكل كل العرب المسلمين ولا هطعوا اللي بالنص. هذه فاضية قاعدة تقول، لأن هذو من هم؟ هذو عرب خارج دائرة الإسلام. هذه قاعدة تقول ما فيش، راهو العرب كلهم جوا. واضحة؟ شوفوا الثانية. الثانية ايش كانت تقول الثانية؟ كل العرب غير لا العرب غير شو ندير؟ لا العرب نص او ظل اللي على يسار. وين نظلل؟ لو قلنا هذا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، وين نظلل؟ اثنين. رأوا هذوم اللي هم عرب ومسلمين ما فيش. شفتوا كيف هذه تقاطع اللي بينهم؟ ما فيش خالي. اوكي هذا اللي خالي في الرسمه هذه. نعم هو اللي ضاغط مش مخطط. لا مخطط لا، المظلل هو اللي خالي، هو اللي لا عربي مسلم. هذا تقول ما فيش عرب ومسلمين، يعني اللي عربي ومسلم هذوم ما فيش، هذه فاضيه. اوكي بهي بعض العرب مسلمون شو تقول؟ جزء اللي هو لا لا يعني واحد وثلاثة. بعض العرب واحد وثلاثة. بعض العرب مسلمون. نبي نقول بعض العرب مسلمون، حنقول في واحد قاعدان. لا منش عارف. كل ما أعرفه هو أن في واحد قاعده، واحد على الأقل. هذا معنى كلمة بعض منطقية، معناه في واحد على الأقل. يبقى لما يقول بعض العرب مسلمون راهو في واحد أو اثنين أو واحد على الأقل. أوكي بهي. وبعض العرب ليسوا مسلمين. راهو في واحد قاعده عربي لكن خارج دائرة الإسلام. واضحة؟ عشان هيك لما تقول لي بعض العرب مسلمين ما هي نفس بعض العرب غير المسلمين، يقول لك لا شوف الفرق. لما تقول لي بعض الطلبة نجحوا معناها بعضهم رساب، لا بدليل أهو. شفتوا؟ لو نفس الشكل معناها يقولها في نفس الكلام. واضح هذه؟ تمام. خلينا نخشوا الآن
حجة. بعض الورود أزهار لا خليه مش بعض، كل وردة هي زهرة في النهاية، صح ولا لا؟ الفرق بين وردة لا، بمعنى أن الأزهار هو الاسم العام، الورد نوع من الأزهار، وفي ياسمين وفي إلى آخره. كل ورود أزهار، وبعض الأزهار تذبل، يبقى أكيد بعض الورود. هل هذه حجة مقنعة؟ تبدو كذلك لكنها ليست كذلك. بل حوريك ليش هذه حجة فاسدة. باش ندير كيف نستخدم أشكال فن في إثبات فساد هذه الحجة. لاحظوا أن الآن ما عندناش دائرتين، عندنا ثلاثة، صح؟ عندنا دائرة الورود، وعندنا دائرة الأزهار، وعندنا دائرة اللي يذبلوا. إيش معنى دائرة اللي يذبلوا؟ يعني أنت تخيل الآن أن كل ورود العالم قعدان، وأن كل أزهار العالم قعدان، وأن كل شيء في العالم يذبل قعدان. ليش فصلنا الورود على الأزهار إذا كان كل الورود أزهار؟ ها؟ ليش فصلنا الورود على الأزهار؟ أنا ريت جزء منها. ريت أنا هنا مش فاصل ولا حاجة على حاجة، أنا هنا كأني قاعد نقول عندي ثلاث فئات في العالم قاعدة. ما قلت لك سرا وهذه فاضية والله فيها ناس والله ما فيهاش، ما قلت شيء، هذه لم تطلق أي حكم، صح؟ لكن لاحظوا أن هنا طلع لي كم قاطع، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. وين سبعة؟ سبعة ده. خلينا نشوف ايش قاعدة تقول. كل الورود أزهار بس لولا هيا كل واحد يقول أرقام. واحد اثنين ثلاثة نو. واحد اثنين اثنين بس. واحد اثنين أربعة نو. حول اثنين بس. اثنين نو. لا واحد اللي نو اللي ما هيش، يعني هو مفروض كل الورود أزهار اللي أتكر الورود اللي ما هيش بالأزهار. أها. اللي هي أرقام، قولي أرقام. هي واحد وسبعة. برافو عليك، واحد وسبعة، صح؟ صح. واحد وسبعة هضم الورود اللي ما هيش أزهار، يبقى هذه مظللة، صح؟ تمام؟ بعض الأزهار تذبل، في أزهار تذبل. من قال ثلاثة وخمسة؟ لكن لاحظوا مش معروف في ثلاثة ولا في خمسة، لأن هنا اثنين أزهار وتب. نحن عارفين أن في واحدة على الأقل قاعدة هنا، لكن وين قاعدة؟ ما نش عارفين. هنحطوها وين؟ هنحطوها هنا؟ أوكي؟ بيش تكون الحجة صحيحة، انتبهوا لهذه، معناها لما ترسم المقدمات حتلقى النتيجة مرسومة أصلاً، لأنها مضمونة، واضح؟ الحجة تكون فاسدة إذا كان رسم المقدمات يغنينا عن رسم النتيجة. تعال الآن نبغى نرسم النتيجة، شو تقول النتيجة؟ بعض الورود يبقى في إيش؟ في لا السبعة لا يمكن فاضية. قاعدة تقول في حاجة وين؟ بين الورود وتذبل، لأن أول حاجة عندك ورود وتذبل. بعض الأزهار أزهار أفضل تذبل. بين ثلاثة وسبعة معناها الأخرى. لا سبعة فاضية. سبعة لا. تبي يكون قاعدة هنا صح؟
لا بس الأخيرة راهي بعض الورود تذبل، هذا الاستنتاج اللي يقولونه. أسف 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 بعض الورود تذبل. وين قاعدة؟ قاعدة في ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة بس. بينما المقدمة تقول والله مش عارفة ثلاثة في خمسة. لم تغني. مقدمك نقول لك راهو عندك حاجة يهنا يهنا، نتيجة تقوله راه قاعدة هن. من قال؟ هذه أكدت أنها قاعدة هن صح؟ لا. أنت استنتجت أنها قاعدة هنا، ومن قال لك؟ مقدمات تقول لك هي قاعدة يهنا يهنا، أنت قاعد تقول آه إذا هنا. لا مش عارفك. يبقى الحجة فاسدة. رسم رسم المقدمات لم يغننا عن رسم النتيجة. شوفوا مقارنة بسيطة بوحدة أخرى كيف حتتغير الأمور. حطوا هذه بدل هذه. شوفوا ايش يصير. يعني خلوا هذه بعض الورود تذبل وهذه بعض الأسهار. يلا ارسم. هل نحن نرجع لنفس النظرية السابقة اللي احنا عندنا ناقشناها اللي هو عند الأشكال نحاولوا بدون مناقشة الأشكال صحيحة ولا لا نحاول نحطوا النتائج المعلومات اللي ناخذ فيها من المقدمات نحطوها ونشوفوا هل المعلومات هذه ضمرت النتيجة ولا لا. نرسم زي قبل ثلاث دوائر صح؟ وهذا الورد وهذا الزهر وهذا الذبول. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. مش مهم الأرقام، مهم. باهي كل الورود أزهار شو ندير؟ زي بدري أربعة شو ندير؟ رقم واحد لا نفس الجملة اللي بدري لا من بنات كل ورود أزهار نقول واحد وستة غيرتش هذه واحد؟ واحد وستة وستة مش واحد بس واحد وستة هي نفسها أيوة هي نفسها إي ما أنتم قاعدين تقولوا واحد بس لا واحد لا أوكي واحد وستة أوكي هذه فاضية ليش تقول؟ بعد الورود بين ثلاثة وستة بين ثلاثة وستة على خط اثنين وثلاثة ستة وسبعة بعد الورود عد بين تزبل وبين الورود ثلاثة وستة ستة وسبعة وين و... ثلاثة فقط برافو وردة وتذبل ما فيش إلا ثلاثة رأي هيك يخشب فيها زهر أربعة بشور. أربعة زهرة رأي ورود تذبل هنا بس بالضبط ثلاثة لا ثلاثة ستة فاضية ظلناها ستة قم عاش فيه ما عنديش إلا هنا شوف يا محمد هذه شن هي هذه زهرة ولا لا؟ هذه زهرة وردة وردة هذه وردة ولا لا؟ وفي نفس الوقت تذبل وردة تذبل هي وردة وزهرة وردة لا من قال لك وردة وزهرة هي؟ لا لا أنت لما تقول تبي تقول بعض الورود تذبل يعني أنت تبي تأكد وجود شيء وين تبي تأكده؟ تبي تأكده في الزهرة ومش عارفك إنها زهرة تبي تأكده في أنها وردة وتذبل هذا مشترك تمام الآن بحث النتيجة النتيجة عندي خيارين شو تقول نتيجة وين زهرة وتذبل زهرة وتذبل وهذا شنو هي نفسها مو زهرة وتذبل نعم بس تمشي عليه يبقى المقدمات أغنتني عن النتيجة ما احتجت اني ندير حاجة أخرى يبقى الحجة شنو؟ صحيحة الحجة صحيحة لأن رسم المقدمات أغنانا عن رسم النتيجة لا
طبعا بالتاكيد لاول مره حتكون صعبه شويه الفكره، لكن بمزيد من الامثله عبر اللجين اوكي حتتضح الفكره، حتتضح الفكره. لكن لاحظوا انتم انكم في البدايه لما قلت لكم الحجه الاولى صحيحه ولا لا، قلت صحيحه طلعت فاسده. ممكن لو سالكم على هذه تقولوا هذه اللي فاسده وهي صحيحه. Don't trust your intuition ولا instinct. لا وهو موضوع ما اصل القصه كلها وين هي القصه في انك حيجيك التفكير الناقد ولما يختلط عليك الامر يعطيك اليه تعرف بها الحجه فاسده ولا حتى لا تنطلي عليك حجج الاخرين. هذا الدرس المستفاد. اوكي خلينا ننتقل الان. بس هل في طرق اخرى للتوبيع غير سكيلفيل؟ عشرات يعني حنقش حنقش على تروث فانكشنز مثلا تروث تيبلز هي طريقه اخرى لكن في عشرات. اوكي خلينا مثال اخر بسيط عشان نكرس الفكره. لو قلت لك كل عربي مسلم وكل مسلم موحد يبقى كل عربي موحد، هذا صحيح ولا لا؟ العرب كلهم مسلمين ومسلمين كلهم موحدين يبقى اكيد العرب كلهم موحدين. ما تقيمش نتيجة، سؤالك مش نتيجة صادق ولا لا، مش هذا سؤال إطلاقا، ولا هم المنطق يعرف قضية صادقة ولا لا، همك هل المقدمات اللي استندت عليها تضمن لك النتيجة ولا لا. نقطة مهمة جدا أو يصير في خلط دائما. المنطق لا يتساءل ما إذا كانت المقدمات صادقة ولا لا، ولا ما إذا كانت النتيجة صادقة ولا لا. سؤال دائما واحد، هل مقدماتك تضمن لك نتيجتك ولا لا؟ ما هذه فكرة الشواهد؟ هل شواهدك قوية بما يكفي ولا لا؟ به يلا حنديروا ثلاث دوائر. هذول العرب، هذول مسلمين، هذول موحدين. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. شو تقول واحد؟ شو ندير؟ واحد واربعة صح؟ شو تقول اثنين؟ المسلم واحد وين كل مسلم ثلاثة وخمسة لأن كل مسلم هي كل مسلم معناها لازم تأخذ الثلاثة وخمسة لأن كل مسلم لو كان بعض المسلم ما زالت من قالت ما زالت من لا راجع كل مسلم هي السبعة سبعة ما زالت من قالت كل مسلم واحد سبعة خمسة خمسة ولا واحد قالها بين خمسة ثلاثة وين المسلمين هما مسلمين كلهم قاعدين هم لا بس سبعة مش مسلمين اثنين وستة برا في اثنين طبعا ولا غناش اثنين شفتوا المسلمين كلهم راهم قاعدين هان في الموحدين يبقى هذه فاضيه كل مسلم واحد كل مسلم انسى هذوم تو هم مسلمين صح تبي تقول هذوم كلهم راهم قاعدين جوا يبقى هنا ما فيش حد ما فيش مسلم خارج التوحيد كل مسلم قاعدين هان مش هذوم خارج التوحيد من اللي ضللتهم انت اللي ضللتهم خارج التوحيد لان كل موحد مسلم ما فيش واحد خارج توحيد يبقى هذا فاضي لا لا انت تظلم اللي ما فيش
صح؟ اللي ما فيش هو اللي ظل. اللي ما فيش تعالوا توا نبوا نكتبوا وهذه آخر حاجة في المثال. باهي توا نبوا نكتبوا كل عربي موحد. شن ظلوا؟ كل عربي موحد. سبعة وخمسة. يا جماعة لما نقول لك كل عربي موحد تعال العربي وظللها. تمام. باهي وين عربي؟ ثلاثة. خلاص ها؟ شوف أهم العرب صح؟ وهذوما الموحدين قاعد نقول لك راهم هذوما فيش هذوما قاعدين جوهن كل العرب هنا قاعدين جوه لا واحد واثنين بس هاي اللي برا الدائرة واحد واثنين مفروض نظلوها بهم ظلل أصلا هذا ليش حشتك صحيح واضح؟ أوكي. خلينا توا في النفي. نيجيشن. راهو النيجيشن دير مشاكل واجد. كلمة لا هذه تدير في إرباكات لا تتخيلوها. لأنك ما تفهمش شنو المقصود من العبارة. حنأخذ أمثلة. أوكي. هل تؤمن بالكرامات؟ بالتأكيد. بالتأكيد نعم. نعم. أنا مش متأكدة شنو الكرامات. والله يعني نص 100%. هل نعتبره متى؟ نعتبره متى؟ يعني عدم مساس سيدنا إبراهيم بالنار. هي كرامة لسيدنا إبراهيم. أنا ريت ما قلتش هل تؤمن بالمعجزات؟ لا لأن لا 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 السبب اللي قلت هل تؤمن بالكرامات ما قلتش هل تؤمن بالمعجزات لأن إيمان بالمعجزات هذا مسلم به في القرآن. أوكي؟ ما نبيش نخش في قضية دينية. لا الكرامات اللي هي عادة تلصق بالأولياء الصالحين. هذه هل تؤمن بالكرامات؟ لا نعم أم لا؟ لا 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 تقول لي نعم أو لا تلو هذا بنص صارت لي ما أعطيتنيش شانس نقول قالت نو لا أوكي أوكي لا أقول لا أعرف عندك مشكلة أنت لا أعرف أنت لا تعرف ما إذا كنت تؤمن بها أم لا مش معقولة أنت أكيد عندك موقف اعتقادي منها يا قبلها يا رفضها يا قبل بعضها ورفض بعضها بالصورة اللي قلتها أنت بتأكيدها كيف؟ بالصورة اللي بقفها والشيوف بتأكيدها أوكي با أنا اللي يهمني مرة أخرى لا يهمني الموقف تهمني الفكرة لو واحد قال له قلت له هل تؤمن بالكرامات؟ قال له شو معناها له؟ ايش معناها لا ام الكرامات يعني الحاجات اللي سيرا والناس يقولوا هذه كرامه انا في اعتقادي ان ممكن تكون مصادفات انتبهوا للغموض اللي في الكلمه هذا اللي يهمنا راهو لا اؤمن بالكرامات قد تعني انني اؤمن بانه ليست هناك كرامات والا لا أنا ما عنديش موقف موضوع أنا عمري ما فكرت فيه أصلاً شفتوا معنيين قاعدة جوه الاثنين اللي يقول لك أنا لا أؤمن بكرامات لا يعني قد لا يعني بالضرورة أنه يؤمن بعدم وجوده لاحظوا في ثلاث حاجات I believe in miracles I don't believe in miracles I believe that there are no miracles وخشتي بعذره لو حاولنا نعرف العلاقه بينهن ايش حتلقوا
ايش عندنا احنا؟ عندنا I believe X. I don't believe. و I believe not X. ثلاث حالات مختلفة. وراه هذا الفرق بين المؤمن والملحد ولا أدري. المؤمن يؤمن بأن هناك إله، الملحد يؤمن بأنه ليس هناك إله. ألا أدري لا يؤمن بأن هناك إله ولا يؤمن بأنه ليس هناك إله. الأغنوستيك اللي هو لا أدري غير الثيست. الثيست هذا مؤمن بأن هناك إله. الأيثيست مؤمن بأنه ليس هناك إله. الأغنوستيك اللي هو لا أدري doesn't believe either. اوكي بيش العلاقه؟ قد تعني لا ما نحترمش، وقد تعني أنا ما نحترمش إذا كان ما نعرفش أصلاً. ما نعرفش أنا كيف أنا ما نحترمش لأني ما نعرفش أصلاً. واضح الغموض؟ لاحظوا أن العلاقة بين هذه بين I believe X and I don't believe X هي علاقة تناقض. ما جاش بعضهم ولا يرتفعان. أنت واحدة منهم. Either you believe or you don't believe. لكن هذه وهذه contraries متضادات. ليش؟ لأن لا يمكن I believe X و I believe not X، لا يمكن مع بعض. لكن it might be the case that neither I believe nor I don't. يحكوا علي واحد في المحكمة جابوا له ثلاث شهود شافوه يرتكب جريمة، وقال مش مشكلة هنجيب لكم 30 شاهد ما شافونيش. واضحة اللي سير؟ اللي سير شنو؟ نحجب لك ثلاثة شافوك ترتكب فيها. أنت تبي تجيب لي ثلاثة رأوك لم ترتكبها، مش لم يروك ترتكبها. يعني ثلاثة أثبتوا أن عندك ألباي، أنك أنت ما كنتش قاعد وقت ارتكاب جريمة. لك مش جيب لي وحدين ما شافوكش، وحدين شافوا انك ما درتش. واضح؟ باهي. انا استطيع ان ارى بدون نظارات. هل تعني انني استطيع ان ارى بنظارات؟ واضحة؟ شفت الفرق؟ يعني كون المرء لا يستطيع أن يرى بنظرات لا يعني أنه يستطيع أن يرى بدون نظرات. كون ممنوع دخول الكلاب للمسرح لا تعني أنه يجوز دخول القطط. واضحة؟ في راشنال وإيراشنال وأي راشنال. في مورال وإمورال وأي مورال. مورال معناها سلوك أخلاقي، immoral معناها سلوك لا أخلاقي مش غير أخلاقي. لا أخلاقي. أي moral معناها سلوك غير أخلاقي. مش الفرق بين غير أخلاقي ولا أخلاقي؟ أي moral معناها لا أخلاقي. بالضبط. أي moral. أي moral معناها لا يمت. مش هذا موضوعنا. لا يمت للأخلاق ويزي. مش معناها لا أخلاقي. يعني مثلاً.
كونك تربط شسع، عارفين الشسع ولا؟ المرمار نتاع الكندرة. كونك تربط شسع حذائك الأيمن قبل الأيسر، هذا موضوع أي مورال، مش مسألة أخلاقية، مش هذا أخلاقي ولا لا أخلاقي، واضحة؟ أوكي. طيب نحن نقوله الهجرة غير الشرعية، صح؟ هجرة شكلها غير شرعي، غير شرعية. هل هذا التعبير دقيق؟ لا شرعية، لأن ما فيش هجرة شرعية. لا أنت لا شرعية، لا شرعية. ليش؟ لأن غير شرعية ما لهاش علاقة بالموضوع. عارفين من اللي هجرته غير شرعية؟ طيور. ليش؟ لأن سؤال، أنت عندك جواب، مش هذا سؤال، مش وارد أصلا. فلذلك ترجمتنا هي illegal، مش أي legal، ولا مشروعة، مش لا شرعية. عارفين الفرق بين الشرعية والمشروعية؟ بين legitimacy و legal. شوفوا، الشرعية لها علاقة في الإطار السياسي برضا المحكوم بالحاكم، رضا المحكوم بالحاكم هو اللي يعطي شرعية، هو اللي يعطي الحاكم شرعية. لكن مشروعية لما نقول لك هذا illegal معناها فيه قانون انت اقترقته، رغم أن القانون قد يكون جائر، موضوع ثاني. طيب خلوني نختم بشروع من الآن في بناء نسق منطقي متكامل. تلاحظوا أني أنا كل مرة مثلا نعطي نقول لك هذه فاسدة مش فاسدة، صحيحة، رغم أني لم أعرف حتى الآن إيش معنى صحيح ولا معنى حجة ولا معنى فاسدة. وين الكلام هذا؟ لا، خلينا نبدأ صح، نبدأ في بناء نسق منطقي بشكل تدريجي، بحيث أنت لما تستخدم آلية معينة في تقييم الحجج تبقى عارف بالضبط إيش قاعد تدير، وعارف بالضبط ليش الآلية هذه صح. تو أنا قلت لكم لما تبي تعرف بأشكال ذن الحجة صحيحة ولا، شوف هل رسم المقدمات يغني عن رسم النتيجة ولا؟ به من قال إن رسم المقدمات لما يغني عن رسم النتيجة معناها الحجة صحيحة؟ من قال؟ ومن قال أصلاً إنك لما تبي تدير كذا ظلل ولا؟ كل الكلام هذا مازال في الهواء، في المنطق ما فيش هواء، كل شيء تدريجي ومسوخ. أوكي، نبدأ بحاجة بسيطة جداً، اللي هو الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. مر عليكم؟ شنو الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية؟ الجملة الخبرية تعني خبرية، هي اللي نقدر نقول عليها هي صح يا خطأ. برافو عليك، مش صح وخطأ، لا، هنقوله صادقة وكاذبة. صادقة وكاذبة، رو تكنيكاليتي، الآن هنكونوا very meticulous. بمعنى الجملة إما أن تكون صادقة أو كاذبة. بالضبط. الحجة صحيحة وفاسدة. كلمة صح وخطأ هذه مش للجمل. يبقى الجملة إما أن تكون صادقة أو كاذبة. وطبعاً كان تذكره صادقة إذا طابقت الواقع، وكاذبة إذا اختلفت مع الواقع. هذه الجملة الخبرية. الجملة الخبرية هي التي يصح لقائلها أن يقال له صدقت أو كذبت. ما تعرف؟ الجملة الإنشائية لا يصح. زي ايش؟ وجهة نظر يعني؟ لا، وجهة نظر قد تكون لصادقة كلمة. سنذهب اليوم إلى البيضاء. ها؟ سنذهب اليوم إلى البيضاء.
ها يا صديقك يا حتاذا ما تغيبش خبري أنا أقول لك لك ها كيف حالك اليوم؟ السؤال سؤال جملة إنشائية لا تصدق جميل السؤال إنشائي لا يصدق ولا يكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمر الأمر صح الأمر لا يصدق ولا يكتب تمني ألا ليت الشباب يعود يوما هذه صادق ولا كذب ما ليش معنى السؤال التعجب ما أوسع البحر يعني أنت تجي تأخذ جملة وتقيمها هل نقدر نقول عليها صادقة أو كاذبة كم نقدرش نقول عليها صادقة معناها تعتبر جملة النداء لاحظوا النداء جملة يا محمد جملة حتى هي لا صادقة لك نعم قسم شركة بالقسم حتى هي والله إن الأرض كروية صادق ولا كذب؟ شيء صادق ولا كذب؟ قالت إن الأرض كروية بس اللي صادق أو كاذب هو المقسوم عليه لكن القسم نفسه أوكي. تمام المنطق والتفكير ناقد لا علاقة له بجمل إنشائية. بيشتغلش بين. تبي تعجب، تبي تحلف، تبي أنت حر. ما ليش علاقة بيك أنا. أتمنى. والإغراء والتحذير وهذين كلهن. كي هذين خارج نطاق المنطقة. بمعنى لا يخضعنا للتقويم المنطقي. تمام. بي والحجة شنو؟ الحجة عبارة عن مجموعة من الجمل. الخبرية التي تنقسم إلى فئتين شنهن؟ premises and conclusion أي حجة فيها مقدمات فيها نتيجة بكم عدد المقدمات؟ at least one نتيجة one اوكي باهي وامتى الارجمنت اللي هي الحجه اوكي اولا كيف نميز بين المقدمات والنتيجه كيف نعرف هذه المقدمات والنتيجه انتوا لاحظوا راهو اي نص تقراه انت مش اي نص معظم ما نقرأ من نصوص مقالة فصل في كتاب روح عبارة عن مجموعة فجر في واحد بيقنعك بنتيجة معينة هذا ليش المنطق والتفكير الناقد يتعامل مع معظم النصوص به كيف نعرف ان هذه مقدمة وهذه نتيجة ما تقوليش المقدمة تجي في الاخر لأن ممكن واحد يكتب مقال يقول أعتقد أن كذا 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 وبعدين يبدأ يقول في شواهده المكان مش مؤشر في كلمات مؤشر يسموا فيه ثوابت اللزوم يعني تلقى عبارة ولهذا فإن عرفنا اللي جاي نتيجة من اللي قبل المقدمات لقيت بما أن يبقى اللي جاي مقدمات إذا كان فإن أو إذا كان شرطية صح شروط مثلا okay. الجملة الشرطية ليست حجة انتبهوا لما نقول لك إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض هذه مش حجة هذه جملة شرطية بس مش ينتج عنها حجة فيش أنت قلت إذا أمطرت لو قلت لي شوف إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض والأرض ابتلت فلابد أن السماء أمطرت نقول لك هذه حجة عندك مقدمة نتيجة لكن الشرط نفسه مش حجة أنت قاعد تقول إذا كذا فكذا أوكي
أنت تقول لي والله أنا إذا أكلت أشبع. إذا شبعت لا الآن تدلي بحجة، لكن أنت قد تطلق حكم شرطي هكذا خلاص، والحكم الشرطي هذا يا صادق يا كاذب، مش أفطن يا فاسد يا صحيح، لأنه مش حجة. بأمتى الجملة الشرطية تصدق؟ يعني واحد قال لك إذا أمطر السماء ابتلت الأرض، أمتى كلام هذا صح؟ آسف صادق وأمتى كاذب؟ إذا ابتلت الأرض إذا هو صادق، إذا؟ الشرط إذا حقق الشرط يعني إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض استنى، إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض لا إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض أمتى تصدق؟ واحد لما تمطر قبل لما تمطر بس لكن مرة تمطر باهي لو مطرت ما ابتلتش كذب واضحة؟ باهي لو ما مطرتش وابتلت أو لو ما مطرتش ولا ابتلت صادق. القضية الشرطية لا تكذب إلا في حالة واحدة، إذا صدق مقدمها وكذب تاليها، غير ذلك يا صادق. بالقضية الوصلية سين وصاد أمتى تصدق أمتى تكذب؟ سين سبقت صاد ولا لا؟ نقول لك سين وصاد هذه جملة أمتى تصدق الجملة هذه؟ لما تقول صاد والسين هن اثنين صادقات وتكذب في غير ذلك. لو سين صادقة وصاد كاذبة كاذبة، لو صاد صادقة إلى آخره، الاثنين كذبات كذبة، يبقى يصدق الوصل إذا صدق الموصول عن، ويكذب فيما عدا ذلك، ويكذب الشرط إذا صدق المقدم وكذب التالي، ويصدق فيما عدا ذلك. به الفصل اللي هو أو سين أو صاد أنت تصدق أم تكذب؟ إذا صدق سين أو كلاهما يبقى يكذب الفصل إذا كذب المفصلان، يكذب الفصل إذا كذب المفصلان ويصدق فيما عدا ذلك ضد الوصلة. شوف الوصل يصدق إذا صدق المفصولان، هذا يكذب إذا كذب المفصولان. أوكي؟ هنجينا حاجة معقدة شوية هنختم بها. شو الفرق بين تقبل في الجامعة الدولية إذا كان حصلت على تقدير امتياز الثانوية العامة منحقق تلتحق بالجامعة الدولية أمتى؟ إذا كان عندك امتياز الثانوية الأخرى منحقق تدخل الجامعة الدولية إذا وفقط إذا كان تقديرك امتياز، إذا وفقط إذا. شو الفرق بين F و F and only F؟ فرق كبير جدا. Very technical. إذا وفقط إذا معناها تنفي أي حاجة أخرى. بهذا الشغلات امتياز فقط. شوف لما نقول لك أنت من حقك تخش الجامعة الدولية إذا كان عندك امتياز. هل أنا أتناقض مع نفسي لو قبلت واحد جيد جدا؟ لكن في الثانية كيف كذبت علينا؟ أنت قلت إذا وفقط إذا، أنت سمحت للي عنده امتياز يخش وأي واحد ما عندهش امتياز ما يخشش، هذه إذا وفقط إذا. لكن إذا أنا سمحت للي عنده امتياز يخش، ما قلتش اللي ما عندهش امتياز ما يخشش. واضح الفرق؟
هذين يسموا فيهن هنختم بهذا الجدول اللي لخص كل ما قلت من في حاجة اسمها sentential connectives، روابط جمالية أو قضوية. شنو الروابط القضوية ذي أو الجمالية؟ تو كل كلمة في اللغة قاعدة تصف في حاجة، يا مادية يا معنوية. نظارات تصف في هذه مادة، الحرية تصف في حاجة معنوية. ولكن هناك كلمات في اللغة لا تصف في أي شيء في الواقع، ولكن مهمتها هي الربط بين الجمل، زي كلمة واو، حرف الواو. هل في حاجة اسمها واو في العالم؟ ما فيش. واو تدخل على جملتين وتطلع لنا جملة واحدة، أو إذا وفقط إذا، كل جان جملتين ويكون منهن جملة مركبة، جملتين بسيطات يكون منهن جملة مركبة. لكن there are two kinds of sentential connectives، في نوعين، في حاجة truth functional، وفي في حاجة أخرى ما هنش truth functional. يعني إيش truth functional؟ تو truth functional هو أصلاً connective، صح؟ وبالتالي وظيفته أن يجي الجملتين ويربط بينهم. بها أمتى الرابط هذا يكون truth functional؟ لما يكون صادق أو لا. لا، يعني نتيجة الرابط تكون نتيجة نفسها بتكون يا صادق يا برضه. لا، لما يكون صادق أو يكون فانكشنال، لما يكون الاثنين مطلوبات لتحقيق النتيجة. لاحظني أنا ما عنديش نتيجة. أنا نحن نتيجة إيش قلنا؟ إيش معناها نتيجة؟ ما أنا عندك حجة ومقدمات ونتيجة. أنا ما عنديش، أنا عندي جملتين وربط بين، يبقى لا مجال الحديث عن نتائج أو حجج أصلا. أوكي، مناسب يعني للربط. شوفوا، هنقول لكم التعريف وبعدين نشرحه. يكون الرابط دال صدقي، truth function يعني دال صدقي، إذا كانت قيم صدق الجمل البسيطة يحدد قيم صدق المركب. بمعنى يكون الرابط دال صدقي إذا كان لما نعرف هل هي صادقة ولا كاذبة، ونعرف هل هي صادقة ولا كاذبة حنعرف هل هي شنو واضح. يعني لو خش علينا واحد توه وقال راهو تم الإعلان عن اتفاق جربة، وانتم مش عارفين، سألتوني قلت لكم صح، راهو كلام هذا مزبوط. بس يجي واحد آخر قال وتم التوقيع على الإعلان، سألتوني قلت لكم صح. جاء الثالث شن قال؟ قال يا جماعة ما سمحتوش، راهو تم الإعلان على اتفاق جربة ووقع. هل حتسألوني صح ولا لا؟ خلاص عارفين. قيم صدق الجمل البسيطة مكنكم من معرفة قيم صدق المركب. هذا ليش الواو truth functional. قرنوها بالتالي، جاء واحد قال ترامب تعرض لمحاولة اغتيال، سألتوني قلت لكم صح. آه،
لا خلونا نقول ترامب أطلق الرصاص على ترامب. قلت لكم صح صادقة مش صح. جاء الثاني قال ترامب مات مات. قلت لكم صح برضه مات. جاء الآخر قال ما سمعتوش قلنا شنو؟ قال ترامب مات بسبب إطلاق النار عليه. صادق ولا لا؟ صادق. شو عرفك؟ أنت كل اللي عرفته أن مات وأن أطلق عليه رصاص. هل مات بسبب إطلاق رصاص؟ مش معروف. هذا ليش كلمة بسبب؟ آه. ما هيش تروث فانكشنال. لأني رغم أني عرفت قيم صدق البسائط ما عرفتش النتيجة مركبة. أوكي؟ في اللغة وفي أي لغة بشرية في خمس دواء صدقية. قلت لك كم بدري شن هن؟ conjunction وصل disjunction الفصل conditional شرط by conditional اللي هو شنو؟ تشارط اللي هو F and F negation. وتقدر تعرف معلش تحملون ديكتينة تقدر تعرف بالضبط شنو اللي يديره كل رابط بالطريقة البسيطة التالية. اكتب أنا P لاحظ P هذه أي قضية واكتب أنا Q الجمل الخبرية إنشائي خلاص. شنو الاحتمالات الأربعة الممكنة عندك بالنسبة لـ PQ؟ والله هي الاثنين صادقات يا الأولى صادقة والثانية كاذبة يا الأولى كاذبة والثانية صادقة يا الاثنين كذبت. تمام خلينا نعرف وش يصير مع الوصل. أهو رمز الوصل رأيته نقطة لما ندير نقطة من هوا. وش يصير مع الفصل؟ أهو رمز الفصل. وش يصير مع الشرط؟ conditional. وش يصير مع التشارط؟ وش يصير مع السلب؟ أولاً إيش معنى أن هذين truth functional؟ معناها لما نعرف هذين هنعرف هذه. هذا التعريف قيم صدق البسائط يمكنني من معرفة قيم صدق المركب. تمام؟ أوكي تعالوا هنا الوصل قلنا أمتى الوصل يكذب؟ أمتى يصدق؟ يبقى هنا شنو؟ تي ايش تعطيني؟ والباقي؟ فصل شنو وضعه؟ الفصل يا اما الاثنين صادقات يا اما الاثنين كذبات تالي لو واحده منهم ترو فهي ترو يبقى لا يكذب الا في حاله واحده الا في حاله ان اثنين فوز هذه كاذبه لكن الباقي؟ لا لا أنا إيش درت أنا تي مزبوط هكي تي 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 هذه F لا يكذب الفصل إلا إذا كذب المفصول عنه. الشرط قلنا يكذب في حالة واحدة مش تحقق إذا كان الأول صادق صادق والثاني ليه وين هذا رأيتوها يصدق الأول يكذب الثاني هنا F والباقي بيه التشارط صدق أو بالعكس
اثنين. يعني لو تي واف كاذب، لو اف تي كاذب، الباقي صادق. انا اعطيك المثال بدري، انا نقول لك تخش الدولية اذا فقط اذا امتياز به، واحد خش وعنده امتياز، كلامي صح ولا لا؟ باهي خش وما عندهش امتياز كاذبة، باهي عنده امتياز وما خشش كاذبة، باهي لا خش لا عنده امتياز صادقة، صح؟ اوكي. ما عندهش امتياز، انا قلت لك انا اذا وافق. اخيرا ليس بي، شدي ليس بي البي تعكسها، تجعل الصادق باطلا والصادق كاذبة، واضحة؟ هذين هن الخمس دوال صدقية اللي تعرفوا في الجدول هذا البسيط نسبيا، تستطيع أن تقيم عددا لا متناهيا من الحجج بهذه البساطة. والأغرب أن هناك عدد لا متناهي آخر من الحجج لا تستطيع تقييمها، ولذلك هذا حدث مهم لكنه لا يكفي. إذا كان عندك أسئلة، شوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله.